مش بس تامر حسني وإليسا، كمان أمال ماهر وراشد الماجد بعد نجاح الداي والأخير ليهم وهو أغنية لو كان بخاطري، بيجهزوا دلوقتي الأغنية الجديدة واللي عرفناه أنهم هيصوروها في أوروبا. مش دي آخر أخبار أمال ماهر، أمال ماهر كمان بتجهز ألبومها الجديد وكذبت كل الكلام اللي بيتقال الفترة الأخيرة أنها اتجوزت.